مفيد دايما يحط الواحد على كرسي الاعتراف. في الواقع يا مفيد انا ما لحقتش اشوف كتير، لكن طول عمري بقول المادة هي عدو الفن، واذا كان ينقصنا مادة فما بنعرفش نطلع بالفن 100%. قبل ما حضرتك تجاوبيني على النقطة دي، نفسي اعرف سبب الدموع اللي في عينين لبنى عبد العزيز بعد كلام طبعا استاذي الكبير استاذ مفيد فوزي، اللي مفيش حد يضاهيه في تلخيص حياة انسان في جملة.